أعرف قوما دينهم خير ملة به شيدوا الدنيا وللناس أحسنوا وصاغوا لنا مجدا وأرسوا حضارة وهم علموا الدنيا فنونا وأتقنوا وهم قدوة للسالكين لرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم أولئك قدوتي. في عدد اليوم سنتحدث عن شيخ من شيوخ التابعين، عالم من علماء الكوفة، كان يضرب به المثل بالحزن والخوف من الله عز وجل. إنه الربيع بن خثيب، كان تلميذا نجيبا للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، حتى قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا ربيع، لو رعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. كان الربيع بن خثيم من علماء الكوفة وأجلائها، ويتمنى كل طلبة العلم أن يجالسوه ويحف مجلسه. في يوم جلس هلال بن إساف أحد كبار طلبة الربيع بن خثيم، جلس إلى صاحبه منذر الثوري، فقال هلال لصاحبه منذر: هل رأيت إن أخذتك إلى شيخنا الربيع فتسمع من علمه يا منذر؟ فيقول منذر: والله ما قدمت إلى الكوفة إلا رغبة في لقائه والجلوس بين يديه. يقول هلال: فأخذت صاحبي منذر إلى شيخنا الربيع بن خثيم، وقلت: يا منذر، لا تثقل على شيخنا، فإن له مزاجا رقيقا كثير البكاء والحزن، فقد ينصرف عنا إلى خلوته، أي لا تزعجه بكثرة الكلام وسيئه فيتغير مزاجه فيلجأ إلى خلوته مع الله عز وجل. يقول هلال: فنظرت إلى الشيخ وقلت: كيف أصبح شيخنا الربيع يومه هذا؟ فنظر الشيخ إليهما وقال: أصبح الشيخ مذنبا ضعيفا مريضا، يأكل رزقه الذي كتبه الله له، وينتظر أجله الذي سطره الله له. كلام عظيم لا يصدر إلا عن الربيع بن خثيم. أصبح الشيخ مذنبا ضعيفا مريضا، يأكل الرزق الذي كتب الله له، وينتظر الأجل الذي حد الله. قال له هلال: قد أما الكوفة طبيب بارع حاذق، أفأدعوه يا شيخنا لينظر حالك ويطبب مرضك؟ فقال الشيخ: يا هلال، لقد تأملت في القرون التي سبقتنا والأمم، تأملت عادا وثمود وأصحاب الرس، وعلمت أنهم كانوا أشد منا قوة وبأسا، وكان بهم من الداء والمرض ما كان، وكان بهم أطباء حذاق وعلماء، فما بقي لا المداوي ولا المتداوي. ثم تنهد تنهدا عظيما وقال: لو كان هذا هو الداء، يعني هذا المرض هو الداء الذي أشكو منه، لتداويت منه. يقول هلال: فبادره صاحبي منذر وقال: إذن ما الداء يا شيخ؟ أي ما المرض الذي تشكو منه يا شيخنا إن لم يكن هذا المرض؟ فقال الربيع بن خثيم: الداء هو الذنوب، والدواء هو الاستغفار، والشفاء في أن تتوب ولا تعود. التمس الدواء فإن الدواء هي التوبة النصوح. ثم بكى بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته، فقال له منذر: أتبكي يا شيخنا الربيع وأنت من أنت في العلم والزهد والخلق والفضل؟ فنظر إليهما وقال: ويحكما من أنا، ويحكما من أنا، هيهات هيهات من أنا، فقد أدركت أقواما
يقصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تتلمذ على أيديهم. يقول: فقد أدركت أقواما نحن إليهم لصوص. يقول تلميذه هلال بن إساف: بينما نحن في هذا المجلس وعلى هذه الحال، إذ دخل علينا ابن الشيخ فسلم علينا وقال: يا أبتي، إن أمي قد صنعت لك خبيصا. الخبيص هو حلوى لذيذة كانت تصنع في ذاك الزمان. فقال: يا أبتي، إن أمي قد صنعت لك خبيصا تحبه، وقد جودته وأحسنته وجملته صنيعا لك، وقد أحبت أن تأكل منه، فهل لا أتيتك به يا أبتي؟ فنظر إليه وقال: هاته. خرج الولد ليأتي بالخبيص لأبيه، فإذ هي لحظات حتى دخل علينا سائل، يعني متسول، يطلب الطعام أو شيئا من المال ليتقوى به على فقره وعوزه وسؤاله. فدخل فإذ به شيخ كبير كهل قد أصابه من الجوع والفقر ما ترق له العين والنفس. فبينما هو يكلم الشيخ حتى دخل عليه الولد بالخبيص الذي يحبه الربيع بن خثيم، فنظر إليه الكهل الفقير حتى بل لعابه لحيته، فأخذه الربيع ونظر إلى الكهل وقال: أعجبك هذا؟ فقال: نعم. فأصبح الربيع يطعمه منه، فأخذ يأكل الكهل الفقير من هذا الخبيص ويلتهمه التهاما حتى لم تبقى منه قطعة واحدة. ونظر إليه ابنه في حزن وقال: أصلحك الله يا أبتي، والله قد تعبت فيه أمي تعبا شديدا وأحبت أن تأكله لعلمها أنك تحبه، وأطعمته لهذا المعتوه الذي لا يدري شيئا ولا يعرف ماذا يأكل. فنظر إليه الربيع بن خثيم وقال: يا بني، إن كان لا يعلم فإن الله يعلم. ثم تلا قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بينما الربيع بن خثيم يعظ ابنه وتلميذاه إذ أذن الظهر، فلما سمع ولده أذان الظهر يعلم ما يصيب أباه حين يسمع الأذان من شوق إلى المسجد، فنظر إلى هلال بن إساف ومنذر وقال: أتحملان معي أبي إلى المسجد؟ جزيتم خيرا؟ فقالوا: نعم. يقول: فوضع يده اليمنى على كتف ورقبة ابنه، ويده اليسرى على كتف ورقبة هلال بن إساف، وحملاه بينهما ورجلاه تخطان في الأرض. فنظر إليه منذر الثوري وقال: يا شيخنا، هل لا كفيت هذا العناء وجلست في بيتك تصلي قاعدا؟ فقد كفاك الله هذا كله بالرخصة. فنظر إليه الربيع وقال: صدقت، ولكني إذا سمعت المؤذن يقول حي على الفلاح أجبته ولو حبوا. مشاهدينا الكرام، همم عالية ونفوس زاكية بقي أثرها يعطر عبق التاريخ، نفوس وهمم زاكية عالية استحقت أن تكون قدوة لهذه الأمة على مر التاريخ. نلتقي في العدد القادم، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام. وهم علموا الدنيا فنونا وأتقنوا.